يعني رح نتعرف على سيدة ومشروع جديد. طبعا هذا المشروع لصناعة الحلويات بشكل يدوي، وقدرت انه هي توجد لها بصمة خاصة. نعرف الأكل بالعموم مثل ما بيقولوا نفس ونكهة، وبيكون كتير صعب كل واحد يوجد له مساحته. هي اختارت صنف من الأصناف المميز جدا اللي هي اللوزينة، وعملتها بأشكال وبطرق، قدمتها بطرق مختلفة. صحيح، يمكن اليوم مشاريع الشوكولا والحلويات بحاجة لصبر وبحاجة لذوق كبير. صحيح. من السيدة أكيد هي المشاريع كتير مهمة، وعم نشوفها بشكل كتير كبير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. كتير من الصبايا والسيدات عم يلجأوا إلها، عم تكون مربحة وأكيد عم تكون مهمة. رح نعرف اليوم مشاهدينا ضيفتنا ساندرا دالاتي، أكيد رح تخبرنا اليوم عن أفكار كتير حلوة بضيافة العيد، أكيد بتصاميم كتير حلوة. أكيد خلوني نرحب فيك يا ساندرا، كل عام وأنت بخير. كل عام وأهلا وسهلا فيك. بخير ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير ساندرا، ينعاد عليكي، وصباح الحلو. صباح النور والحلو يا رب. أهلا وسهلا. خلينا نبلش، يعني أول شيء اخترتي مشروعك الصغير يكون باللوزينة. تمام. ليش اخترتي وكيف اجتك الفكرة أنه أنا بلش بهذا الشيء؟ نحن الرائج عنا بنعرف الكعك المعمول، الشوكولا. هلأ بالنسبة إلي أنا كسيدة سورية حبيت أني أبلش هيك بمشروع صغير وأدخل فيه مجال العمل، فنقيت اللوزينة كونها صنف متميز مثل ما قلتي غير مطروح بمجالات العمل. اللوزينة بالنكهة الحلبية هي شيء طيب كتير. بلشت بتجارب صغيرة على رفقاتي على قرايبيني وعلى الجيران، بعدين شوي شوي توسعت دائرتي، توسعت دائرة معارفي، بلشت شارك بالبازارات، والبازارات الحقيقة كان إلى دور كبير بتوسيع شغلي وتطويره. تمام، يعني احنا اليوم مركزين على لوزينة اليوم. تماما. خلينا نوضح شو هي النكهات يلي حاولتي انت اليوم تتميزي فيها بهيدا النوع من الحلويات وتتركي بصمة خاصة فيكي بهيدا المشروع. هلأ أنا بالأساس القطعة الضيافة عندي مكونة من عجينة اللوز. عجينة اللوز بتتميز بالطعمة السحرية تبعيتها، وهالطعمة أنا حاولت أني أضيف عليها مكونات مميزة وخاصة. مثلا أنا ضفت شوكولا، زينتها كمان بالفستق الحلبي، كمان ضفت الأمر الدين، ضفت جوز الهند. رح نستعرضهم كلهم. تماما. وبعد الهواء رح ندوقهم كلهم. اهلا وسهلا. ومن هلا عم اقول لهم للمخرج ما رح اترك له ولا قطعه، مع انه هو اول ما شاف الطاوله هيك حسيته يعني فتحت نفسه على اخراج الحلقه، غيرتي نفسيه كل اللي بالاستوديو بصراحه. مثل ما بيقولوا الحلو بيغير النفسيه. الحمد لله. الحمد لله. هلا عم تحكي عن الانواع، نحن معتادين اللوزينه يمكن بشكلها الاساسي مثل هاي اللوزينه الاصابع الكلاسيك. تماما هي الاصابع الكلاسيكي اللي عندك، هذا اللي نحن متعودين عليه نشوفه. هلا عم نشوف اشكال ثانيه يمكن. تمام. مثل الشوكولا. هلا انا دخلت لها هي عجينه اللوز، مدخل لها الشوكولا والجوز، حقيقه اعطت كومبينيشن غريب وطعمه فريده من نوعها. كمان دخلت لوزينة مع امر الدين، يعني كمان هي جديده، كمان عندك هاي غريب. خلينا اللي بحب الطعمه الحامضه والحلوه سوا. صحيح. كمان بتغير شكل القطعه كلها. تماما. تمازج غريب وطعمه طيبه. كمان دخلت مع الامر الدين طبقه جوز هند، دخلت الفستق الحلبي الحب، دخلت اللوز. هي اللي طالعه فيها شكلها ما مبين انه لوزينه ابدا، يعني شكلها كثير مميز وكثير كثير كثير حلو. طبعا طيب. وكونه نحن عنا عجينة فأنا بقدر أتحكم بهالعجينة بالأشكال والموديلات، وقدرنا نعمل موديلات خاصة بالمناسبات والأفراح، الولادات والأعراس. صحيح. طيب طريقة صناعة هي الحلويات قد ايه بتاخذ معك اليوم وقت وجهد؟ قد ايه بده صبر؟ خلينا نوضح أكثر. طبعا هلأ هالنوع من الحلويات أول شيء بده وقت وجهد واجتهاد، وبعدين لحتى أقدر ركز المقادير. وطبعا الخلطة تبع اللوزينة والتجارب أخذت مني وقت وجهد كتير كبير، وكانت الحمد لله يعني نتائجها حلوة كتير بالسوق. هاي اللي للمناسبات، هاي للمناسبات اللي هي ممكن تتقدم ممكن مثلا بالولادة بالأعراس. تمام. كمان هي شيء كمان كتير حلو، كمان نادر لنلاقيها بهذا تمام. الشكل. هلا الأشياء اللي عم تعرضيها هي للولادات، وفي موديلات الورد مثلا بيرغبوا لها كتير بالأعراس. تمام. وحتى نحن
فينا نتحكم بالالوان تبع اللوزينه بالنسبه للمناسبات. طيب انت اليوم كيف تعلمتي صناعه هي الحلويات اللوزينه؟ يمكن شفتي تعلمتي على اليوتيوب او كان في دورات معينه تبعتيها؟ خلينا نوضح اكثر. بالحقيقه نحن في يعني عنا بالعيلة هالقصة بصناعة الحلويات والذوق وهالقصص. لازم ناخذ كانت أنا ما عاد أقدر صحة وهنا ما عاد أقدر قاوم صحة وهنا بعدين مو بيقولوا اسأل مجرب وما تسأل حكيم. فنحن يعني لازم نجرب لحتى نعرف صحة وهنا. لكن المصور عم بيقول لي أعطيني واحدة هلا بعد الحلقة والله. فبالإضافة لهالشيء أكيد اتبعت دورات لحتى أقوي هالإمكانيات اللي عندي وأسقلها، واتبعت دورات بالتسويق لحتى كمان أقدر أسوق لمنتجي وكون على دراية ومعرفة برغبات الناس. أكيد. وهذا الشيء اللي كان بدي أسألك عليه ساندرا. اليوم التسويق جزء أهم يمكن بكتير حقيقة من أي شيء تاني. اليوم للأسف نشوف في ناس شاطرين بالتسويق بس بضاعتهم مثل ما بيقولوا أو منتجهم ما بيستحق، بينما في منتجات مظلومة إذا ما كان في إلها تسويق صحيح. اليوم عنا جزئين صار، البازارات اللي هي جزء كتير كبير بخليكي تكوني بتماس مباشر مع مثل ما بيقولوا المستهلك أو الزبون، وعندك السوشيال ميديا. شو أكتر شيء اعتمدتي عليه أو اعتمدتي على الاثنين؟ هلا اكيد اعتمدت على الاثنين، يعني انا بالدرجه الاولى كسيده ربه منزل شغلي هوم ميد وهاند ميد بالبيت، فانا كثير اعتمدت على السوشيال ميديا كفيسبوك واتساب وانستغرام بالتسويق لمنتجاتي، وطبعا البازارات كان لها دور كثير كبير وفعال بتسويقي وبوجودي يعني انه تخلي هالزباين تشوف منتجي، ووقت اللي شوف انا الرضا والاهتمام والسعادة بوجه الزبون عن المنتج تبعي، هذا طبعا شيء عطاني كتير استمرارية وعطاني دفع للقدام وعطاني اني اقدر اطور هالمنتج تبعي واقدمه بطرق اكتر ومختلفة اكتر. تمام. يمكن ببداية صباحنا كنا عم نحكي انا وسلمى انه المعمول هو اكتر شيء الحلويات المطلوبة بالعيد طبعاً. ولكن اذا بنحكي عن اللوزينة كيف عم يكون اقبال الناس اليوم ان كان بالعيد او بالمناسبات بشكل عام؟ هلا الحمد لله انا الاقبال عندي ممتاز. حلو. ومن جميع الشرائح الاجتماعيه عم بيكون الاقبال موجود. طبعا جوده المنتج كثير بتلعب دور طبعاً. عندي وانا هذا هدفي بمشروعي اني ضل محافظه على جوده منتجي واقدم للزبون نوعيه عاليه من اللوزينه. حلو. والاضافات المضافه إلى يعني محتار الواحد مثل ما بيقولوا دائما. كمان الشكل بيأثر، يعني نحن عم نشوف انت مو بس عم بتدخلي اصناف عم تدمجيهم مع بعض، حتى تنسيق الشكل بحد ذاته، يعني كيف عم تعملي الرسومات، يعني هي لوزينه بس اللي بشوفها بيعرف انه هي شكلها اخذ شكل المعمول طبعا. فانت هي مثلا ممكن يرغبوها هلا بهذا الوقت لانه هلا وقت العيد مثل ما بيقولوا. قديش بتختاري هيك بتشوفي بتراقبي مثلا منافسين، بتشوفي شو موجود بالسوق، شو في ترند، شو في مطلوب، ممكن الزبون يوصيكي على شيء معين تعملي له اياه؟ اكيد 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 نحن بنشتغل تواصي حسب الموديل اللي بيريده الزبون. ومثل ما قلتي انت دائما المناسبات هي اللي بتتحكم تفرض نفسها بوجود صنف او قلته حسب فتره الطلب. مثلا بالصيفيه بتكثر الاعراس، فنحن بتكثر صناعتنا مثل ما قلت لك للسوفينيرات والورود بالذات نوعيه لوزينه الورده كثير بتكون مطلوبه عندي بالصيف مثل ما قلتي هلا قبل فتره العيد. موديل المعمول كثير بيكون مطلوب عندي. صحيح. فتره الربيع واللي بيكون مثلا بيجيني هدايا على سفر او هيك شيء عندي طلبات تبع الامر الدين واللي فيها فستق حلبي كثير بتكون مطلوبه على السفر. فيعني المنتج بيفرض نفسه حسب أكيد. مواعيد السنه وحسب التقويم تقريبا. صحيح. أمن بلشتي بمشروعك؟ صار لي تقريبا 5 سنين. 5 سنين مده منيحه. من هداك الوقت لهلا خبرينا اكثر شو اللي تغير بالمشروع؟ هلا اكيد المشروع بلش يتطور شوي شوي وبلش يتطور بالاصناف وبلشت ازيد عليها، ودائما انا عم بيكون عندي تطور بالنكهات وبالاضافات. وكنت الحقيقه ممنونه لطلوعي سلم درجه درجه، والله يقدرني اني اقدر كفي واستمر بهالنجاح اللي انا حققته. اكيد ساندرا، يعني دائما كل سيده بتحاول انها تكون لها بصمتها الخاصه باي شيء بتعمله بالحياه.
إذا طبخة بتطبخها بتقول هي نفسها مختلفة عن غيرها. اليوم اللوزينة هي جزء من الأكلات والحلويات التراثية اللي نحن بنتميز فيها أيضا ببلاد الشام لوجود اللوز عنا وأيضا الفستق الحلبي. خليني أقول شو الشيء اللي ميزك؟ من أول ما بلشتي المشروع قلتي أنه أنا إذا حدا بيشوف هاي القطعة بيقول هاد شغل ساندرا. تماما. هلأ أول شيء مثل ما قلتي اللوزينة هي حلوة قديمة معروفة منذ القدم وكانت غنية بالفوايد وحتى كان لها استعمالات طبية. هلأ اللوز كلوز هو مادة غذائية غنية بالفيتامينات وبالألياف والبروتين. فأنا الحقيقة يلي بيميزني هو استعمال اللوز الصرف وطعمة اللوز الواضحة والممتازة بمنتوجي. فالحقيقة اللي بيميزني دائما يعني من أول ما بلشت لحد الآن هو الجودة العالية للقطعة اللي أنا عم بقدمها. بالختام ساندرا دالاتي شكرا لك وأكيد بنتمنى لك كل التوفيق بمجالك. شكرا إلكم وأنا حابة أتشكركم وأتشكر البازارات وخصوصي حابة أتشكر مدام رنا الطباع الأخت والصديقة يلي أتاحت لي الفرصة أني أشترك معكم بهالبروغرام الحلو. أكيد نتشكرها ونعايد عليها. ألوان سورية فعلا قدرت يعني خلال هاي السنوات أنه هي دائما تعرفنا على سيدات من كل المحافظات السورية. حضرتك من حلب صحيح؟ أنا من حلب. بدنا كمان 100 سلامة لأهلنا بحلب وينعاد عليكم وعليكم بالخير والصحة دائما. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك.